بفقرتنا الصحية لليوم رح نحكي عن الاستخدام الخاطئ والعشوائي لتناول الأدوية وما لها من آثار جانبية وخطورة على الصحة. معنا الصيدلانية ابتكار شلالو. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير مرة ثانية وأهلا وسهلا فيكي. بنسمع كنا دائما عن الاستخدام العشوائي والاستخدام الخاطئ للأدوية، اليوم زاد هذا المفهوم وصرنا نسمع أكثر. خلينا بالأول نعرف بالبداية شو معنات الاستخدام العشوائي للأدوية وشو هي مخاطره. أول شيء يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة للاستخدام العشوائي للأدوية، هي من الحالات المنتشرة بشكل كتير كبير، عم تسبب لنا كتير من المشاكل. هلا بداية الاستخدام العشوائي للأدوية بيكون بإطارين. إطار الأول إنه المريض بيجي لحاله على الصيدلية بياخذ الدواء الفلاني نتيجة كلمة قالوا لي، أو إنه خالتي استخدمت أو جارتي بيستخدم الدواء بهالطريقة هاي. الناحية الثانية بيكون من خلال وصفة طبية، بس المريض ما نوع عم يتقيد بالوصفة الطبية اللي وصف لي إياها الطبيب، فبهيك حالة عم تسبب لنا استخدام عشوائي للأدوية. سواء الناحية الأولى أو الثانية رح تسبب كثير من المشاكل. اكيد حتسبب كثير من المشاكل بهالوقت، وبظل ازمه كورونا كثير من الاشخاص مثل ما قلتي جيرانهم رفقاتهم او حتى مواقع التواصل الاجتماعي عم ياخذوا الوصفات والادويه، مثل مثلا ما انتشر انه لازم الكل ياخذ فيتامينات، يعني انفقدت الفيتامينات من الصيدليات. صحيح. ولازم ناخذ زنك، صار كل العالم تاخذ زنك، يعني مع انه مو هي بتختلف من شخص سليم ولا شخص مريض ولا شخص، يعني بتختلف شخص كبير ولا صغير العمر واكثر من قصه. خلينا نحكي عن الاثار الجانبيه والسلبيه اللي عم يتصرفوا الاشخاص بشكل عام، هن بسبب انه هذا الشيء عم بيعملوه انه بدهم يوقعوا حالهم بفيروس كورونا. بس خلينا نحكي عن الاثار السلبيه، شو ممكن يصير معهم؟ بالنسبة للاستخدام العشوائي للأدوية رح تسبب لنا كثير من المشاكل، ممكن المشاكل توصل لمرحلة مميتة. كثير من الأشخاص بياخذوا علاج دوائي نتيجة إنه شخص قال لي إنه استخدم الدواء الفلاني، حالته المرضية ما بتستدعي هالعلاج، أو إنه الدواء ممكن يسبب له تأثير جانبي غير مناسب لحالته. ممكن نذكر على سبيل المثال الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ضغط. مريض الضغط بحالة الرشح، الإنفلونزا، الاحتقان الأنفي ما بيقدر ياخذ مضاد احتقان. كثير من الأشخاص بيجي بياخذوا مضاد الاحتقان مجرد إنه شخص قال له إنه أنا استفدت على الدواء الفلاني. هلأ هذا الشيء ممكن يسبب له ارتفاع ضغط، ممكن توصل بالنسبة لأشخاص معينين إنه لحالة وفاة. ناحية تانية، الأشخاص لما عم يستخدموا دواء معين مثل مضاد احتقان عم يستخدموه لفترة طويلة نتيجة تكرار وصفة دوائية وصف لهم الدواء الدكتور لفترة 5 أيام اللي هو العلاج الأساسي لإلهم، المريض تحسن فضل عم يستخدم الدواء من مبدأ أنه أنا بدي أتحسن أكثر. هذا الشيء سبب له أنه احتقان ارتدادي، فبهيك حال نحن أخذنا التأثير الجانبي للدواء نتيجة من الاستخدام العشوائي لإله وما تقيدنا بالوصفة الطبية. هلأ ناحية تانية، بالنسبة لفترة كورونا، هلأ وسائل التواصل الاجتماعي كان إلى دور إيجابي وكان إلى دور سلبي كمان من ناحية تانية. هم نعرف يعني وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، فيسبوك، إنستغرام، غيره، كله قدر يوم تدخل كل شخص عم ينصح الشخص الثاني، وهي النصيحة عم تروح لناس ثانيين. مع العلم كل شخص جسمه ومناعته وطبيعته الصحية بتختلف عن الشخص الثاني. تماما. هلا وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور سلبي كثير من ناحيه انه عم تنقل المعلومات نسخ من مجموعه لمجموعه ثانيه، نحن لازم نلجا على المصدر الصحيح اللي يكون من ابحاث علميه عم تعطينا النتيجه الصحيحه والبحث الصحيح للاستخدام للدواء. بالنسبه مثلا لحاله الكورونا، خلال حاله الكورونا كثير انتشرت ادويه انه منظمه الغذاء والدواء الامريكيه او استخدموا هذا الدواء كعلاج للكورونا. بالنهايه نحن بنرجع بنقول انه الابحاث والدراسات كلها ابحاث جديده، لما عم ينزل دواء معين ضمن صفحه معينه هذا الشيء ممكن يخلي العالم تلجا للصيدليات تاخذ هذا الدواء، وهذا الشيء انا كصيدلانيه شفته كثير. في زمر من الادويه العالم تلجا على الصيدليه تاخذه مع انه هذا الدواء يعتبر علاج للملاريا، هذا الدواء بده يسبب تاثيرات على الكبد، بده يسبب تاثيرات كثير سلبيه للمريض وما بيتاخذ بشكل عشوائي، لدرجه بالفعل هذا الدواء انه انطلب بشكل عشوائي من العالم. ناحية تانية، المضادات الحيوية اللي عالم عم تسعى الصيدليات تاخدها هلأ حاليا، هذا الشيء نتيجة الانتشار ضمن وسائل التواصل الاجتماعي لبروتوكولات علاجية معينة. أنا بحب كتير أكد بأنه البروتوكولات العلاجية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نحن بنلجأ لها عن طريق الطبيب
او على الاقل عن طريق استشاري رعايه صحيه. ممكن نلجا للصيدلي، هو الاعلم بالدواء، نساله شو هي العلاجات ممكن نستخدمها. بالنسبه لاستخدام الزنك، كثير انتشر استخدام الزنك. بالفعل الزنك له تاثيرات كثير مقويه للمناعه، رافعه لمناعه الجسم، لكن في نقطه انه نحن عم نستخدمه بتركيز عالي بالنسبه للتركيز المطلوب. هلا تركيز الزنك المطلوب هو 8 ميلي جرام بالنسبه للسيدات و11 ميلي جرام بالنسبه للرجال. نحن ما عم ناخذه بتركيز 50 ميلي جرام، فنحن اخذنا تركيز كثير عالي يعتبر. نحن التركيز ال8 وال11 ممكن نحصل عليه عن طريق الاغذيه، فبهيك حال نحن ما لنا مضطرين انه كثير نتوجه للصيدليه لحتى ناخذ هذا النوع من العلاج. الناحيه الثانيه اللي هو بالنسبه لي انا بحسها كثير حاله خطيره، المضاد الحيوي. العالم كثير عم تلجا على الصيدليات على استخدام المضاد الحيوي لعلاج حاله الكورونا. انتشرت انواع معينه من المضادات الحيويه. طيب اوكي، المضاد الحيوي انا الدكتور وصف لي اياه لحاله معينه، بس انا احمل حالي اروح على الصيدليه اخذه، انا حالتي ممكن ما تستدعي هذا الشيء. بالنهايه الكورونا كلياتنا بنعرف هي اصابه فيروسيه، الاساس لها هي الوقايه، اتخاذ التدابير المناسبه، الحجر المنزلي بحال ظهرت عندنا الاعراض او الشك بظهور الاعراض. تمام. رفع مناعه الجسم هي الاساس بهي الناحيه، اما استخدام المضاد الحيوي فهذا كثير شيء غلط. اكيد مع اقتراب المدارس كثير من الاهالي عندهم خوف انه كيف انا ممكن ابعت اولادي على المدرسه بظل الظروف. شو ممكن انت تخبري الاهالي يعطوا فيتامينات لاولادهم لاطفالهم مشان يبعتوهم ويرفعوا جهاز المناعه عندهم برايك؟ تمام. ويكون شيء امن يعني اكيد وما له اثار جانبيه. تمام. هلا بالنسبه للمدارس والطلاب بهي الشيء اكيد انه راح يصير في انتشار كثير كبير للعدوى بين الطلاب. بالنهايه نحن ما فينا نقيد الطفل يلي عمره شيء 5 سنين او 6 سنين بحاله الروضه او حتى بالفتره الابتدائي. هلا اهم شيء نحن نعطي فيتامينات، نوعي اولادنا على الغسيل بشكل جيد، على التعقيم، الكمامات، لا تتبادل الكمامات بيناتكم، هذا الشيء كثير راح تشوفوه. لا شفنا كثير فكثير هي نحن خايفين من هي النقطه بالفعل، ونحاول قدر الامكان الغذاء الصحي بالنسبه للطفل. يعني في ادويه معينه ولا ما بتنصحي لا فيتامينات ولا ادويه للاعمار الصغيره يعني؟ هلا بشكل عام بنصح بادويه باستثناء اذا بدنا نستعمل، ممكن نستعمل العكبر يعتبر كمقوي للمناعه. بنفس الوقت نحن اذا صار عندنا حالات اصابات انفلونزا بيعتبر انه بخفف لنا الحاله كعكبر، اما ادويه ثانيه اكيد لا ما بنصحها ابدا. نعم. بالنسبه كمان للاشخاص ان كان البالغين، الاشخاص حتى كبار السن يلي عم يسمعوا كثير نصائح انه خذوا مكملات غذائيه هي بتحميكم من الاصابه بفيروس كورونا، في نقطه كثير هامه يا ريت نحن نركز عليها، انه اغلب الدراسات الحديثه والاطباء اكدوا انه المناعه يمكن ما بتجي بيوم ويومين او بظل هي الجائحه، بس هي على نتيجه فعل تراكمي وتغذيه تراكميه. قد ايه هذا الشيء صح اليوم ولازم الناس تنتبه له كمان؟ تمام. مثل ما عم نقول انه الفيتامينات السبلمنت نحن ما لازم ناخذها بشكل عشوائي، لما بيكون انا غذائي صحي، حياتي صحيه، نحاول قدر الامكان انه نبعد عن المكملات الغذائيه. قلنا الفيتامين سي حاليا خلال الكورونا نحن فينا نحصل عليهم عن طريق الاغذيه. بحال في عندنا شك باصابه نحن ممكن انه نحصل عليهم عن طريق الادويه المتوفره ضمن الصيدليات. اكيد. شو ممكن توجهي نصيحه لكل حد عم يتابعنا ليوقفوا او ليحدوا من الاستخدام العشوائي للادويه، شو ممكن تخبريهم؟ هلا انا اكثر نقطه حابه نحكي عليها هي المضادات الحيويه، الانتيبيوتيك. الانتيبيوتيك تعتبر بالنسبه للطاقم الطبي ثوره كامله. الطاقم الطبي كثير عم بيحارب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه. لناحيه نحن صار في عندنا مقاومه مقاومه الجراثيم للمضادات الحيويه. فينا نذكر مثال على هذا الشيء، المكورات العنقوديه الذهبيه ستريبتوكوكس اوريس، هي من الجراثيم الموجوده بالفلورا المعويه. هي جراثيم طبيعيه بتسبب حاله التهابات تنفسيه بحالات مرضيه معينه. نتيجه بالبدايه كانت المضاد الحيوي المستخدم البنسلين، نتيجة الاستخدام المتكرر للبنسلين صار في مقاومة للمكورات العنقودية الذهبية على البنسلين. مع استمرار الوقت صار المقاومة على الميتسلين. وصلنا لمرحلة 1999 نحن ما في عنا ولا أي مضاد حيوي عم يقضي على المكورات العنقودية الذهبية. صارت كتير من حالات الوفيات ضمن المشافي نتيجة الإصابة بالمكورات العنقودية الذهبية. وصلنا لمرحلة 2000
2000، بال2000 تعتبر ما في عندنا مضاد حيوي بيقضي على المكورات العنقوديه الذهبيه، فبدنا نحكي على المكورات العنقوديه الذهبيه مع الانتيبيوتيك نفس الشيء بالنسبه لكل البكتيريا، فبهيك حال نحن عم نسبب مقاومه. نقطه ثانيه للمضاد الحيوي، انا كثير حابه ناكد على نقطه بعشوائيه الاستخدام. انا لما الدكتور بيوصف لي الانتيبيوتيك ما بيوصف لي اياه لمجرد تحسنت اني بوقف المضاد الحيوي انه يوم او يومين، لازم انا اكمل كورس علاجي كامل. بالعكس، انا لما اخذته يوم او يومين هذا الشيء عم يسبب لي ضرر اكثر ما يسبب لي نفع. لناحيه انا اعطيته للجرثوم، اعطيته مثل المبدا الاليه لحتى انه يحسن حاله ضد المضاد الحيوي، وقفته فرجع هو طور حاله. اما لما كملت انا العلاج بشكل كامل، انا قضيت على الجرثوم بشكل كامل. الناحيه الثانيه، العلاج كتسكين كانتهاء الالتهاب ما راح يروح باستخدام حبه او حبتين، بدنا ناخذ معه المسكن الالم. فالاساس انه دائما توجهوا للطبيب وللصيدلي، هن الاعلم باي علاج عم تاخذوه. اكيد بدنا نقول لك شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيناها، ومتمنى فعلا الناس خلص يكون في وعي تجاه هذا الموضوع. شفنا كثير من المشاكل وكثير من المخاطر، حتى حالات اسعافيه بحالات حرجه نتيجه الاستخدام الخاطئ والكثير للادويه. بدنا نقول لك شكرا لك، بتمنى لك كل التوفيق. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك، اكيد نورتي صباحنا لليوم، نشوفك بحلقات قادمه.